ومعاكم عزوز مونجي واسع الله مساءكم بكل خير. وقبل ما اتكلم في اي حاجه اتمنى الاشتراك والتفاعل على قناتي وزاد اللقاءات زاد العقبات زاد الكلام الحلو مع تفعيل الجرس، واتمنى اوصل مليون مشترك ومليون لايكات. وعايز يكون في تفاعل، مش عايز يكون في نوم وكسل على اليوتيوب، عايز يكون في تعليقات وتفاعل على قناتي. كل المشتركين يعملوا تفاعل وتعليقات لان انا بنزل فيديوهات حلوه. عنوان الفيديو النهارده الاسبريسو مع الرياضه. الاسبريسو قبل الرياضه هل حلو؟ طبعا الاجابه نعم بنسبه 100%. وانا اللي اكتشفت الفكره دي بنفسي، ان الاسبريسو قبل رياضه المشي او اي نوع من انواع الرياضه، ان الاسبريسو بيعطي باور وطاقه وبيديك باور زياده. يعني انا لما شربت اسبريسو قبل ما امشي، قبل ما اعمل رياضه المشي، ادانا باور، وبعد ما رجعت البيت مش هيخليك تحس بتعب. يعني تمشي مثلا لمده ساعه، تجري لمده ساعه. فالاسبريسو مهم جدا جدا، وخاصه النوع ده حلو قبل الرياضه. هل الاسبريسو حلو قبل ما تعمل رياضه؟ الاجابه نعم حلو. حلو قبل ما تعمل اي نوع من انواع الرياضه، هتمشي، هتلعب كمال اجسام، هتعمل لياقه. الاسبريسو بيدي باور ويديك طاقه. وفرصه سعيده لكم، مساء الفل بالليل. واذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في قناتي. شكرا لكم وتفضلوا معايا. الاسبريسو بيدي باور. هتعمل رياضه اشرب اسبريسو، هتروح اي شغلانه اشرب اسبريسو. قبل ما تعمل اي حاجه الاسبريسو مهم قبل كل حاجه. شكرا لكم.